حربي بطلب منكم عفوكم عاونوني غرب شوية. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. احنا الجيران ديولها، الله يرحم لكم الوالدين. عندها تحليلات، عندها مسكينات دوايات، عندها نطلبكم الله يرحم لكم الوالدين. إلا ما شوفوا من حالات السيدة هادي شحال هي مريضة، ما صابت لها حنين لا رحيم. هاد النداء كنوجهو لجلالة محمد السادس ولكاع المحسنين. انا اسمي مريم والنسب ديالي مؤمن، عندي في العمر ديالي 19 عام. كنت في المستوى الدراسي السانكيام وخرجت هاد العام حيت الوالده ديالتي مريضه بزاف وعندها المرض الخايب وما لقيتش باش نداويها، وكاينه غير انا وهي، حنا ما فحالناش وغير كارين ب 20000 ريال. يعني انا خدامه وكنصرف وكلشي، ما عندنا الحنين لا رحيم، يعني ما عندناش اللي يعاوننا. هي كتعذب بزاف وانا يعني دابا شي 3 شهور ولا اكثر وهي مريضه وما كنلقاوش اللي يعاوننا وما عندناش باش نصرفوا. انا كنطلب من المحسنين الله يجازيكم بخير اللي ما عاونوني. عاونوني، راه ما عندي حتى شي واحد من غيركم، والخير ديالكم راه الله اللي غادي يجازيكم عليه، ما غيجازيكم حتى شي واحد اخر. عاونوني، راه حتى هذه اختكم، حتى هذه اختكم خاصكم تعاونوها حشومه. حنا اصلا كنا مسلمين وكنا اخوه، كنا خاصنا نتعاونوا كلنا. كنطلب منكم عفوكم عاونوني غير بشويه، غير بالقليل، والله غيعطيكم الكثير. الله اللي كيشوف داكشي كامل اللي عندكم، حنا ما عندنا والو. حنا يا دراويش، انا خدامه، انا عمري انا خدامه، عاونوني عاونوني. خدامه غير ب 7000 ريال السيمانه، وكنخلص 20000 ريال في الشهر. كتشيط لي 4000 3000 ما بين الماء والضو، و50 درهم كنصرفها، ما عنديش باش نشري لها الدواء. عاونوني، الله يرحم لكم الوالدين لما عاونوني. انا جار هاد السيده هادي، ساكنه معايا شي تقريبا شي عام ديال الايام، ودابا جاها المرض الخايب تقريبا شي 3 شهور، ولكن مسكينه معدله حنين لا رحيم والو. حنا اللي كنطلعوا عليها، وحنا اللي هازينها، وحنا اللي دايرين معاها مزيان مسكينه، حيت ما عندها. كانت بنتها دابا كانت كتقرا وخرجت من القرايه على قبل امها، وكتخلص ب 7000 ريال السيمانه، يعني 28000 ريال 1000 درهم ديال الكرا، وغتشيط لها 8000 ريال ما بين الضو والما. شحال غادي تشيط لها؟ تشيط لها 4000 ريال. يعني مسكينه راه ما عندهاش لا حنين لا رحيم. حنا بغينا المحسنين يعاونوها، بغينا يعني الشعب كامل يتضامن معاها. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. حنا الجيران ديولها، الله يرحم لكم الوالدين. عندها تحليلات، عندها مسكينه دوايات، عندها بزاف، عندها ليريم، عندها السكانير، عندها بزاف الحوايج. يعني الله يرحم لكم الوالدين لما تضانوا مع هذه المراه. الله يرحم لكم الوالدين الى ما عاونوها. راه مريضه بزاف، ما عندها حتى شي واحد، ما عندها اللي يعاونها. تنطلبكم الله يرحم لكم الوالدين الى ما شوفوا من حالات السيده هادي شحال هي مريضه، ما صابت لها حنين لا رحيم. الله يرحم لكم الوالدين، عاونوا هاد السيده، الله يجازيكم بخير الخارج برا والداخل، عافاكم الى ما عاونوها. عاونوا هاد السيده، الله يرحم الوالدين، راه ما فحالهاش، ما عندهاش الكرا والماء والضو، ما عندهاش حتى حد، ما كاينش اللي يعاون. عتقوها، الله يرحم لكم الوالدين لما عتقوا هاد السيده، الله يرحم الوالدين. حبي حبي